احد التحديات تحدي تحدي فكري. الازهر امره شويه مختلف. رايي ان الازهر جزء من الحقائق الاساسيه للبناء السياسي والاجتماعي والثقافي المصري. ايوه. وفي اوقات كثيره يعني ازعم يعني ان وجود الازهر عندنا منع من ان مصر تبقى زي الجزائر في خلال التسعينيات, او ان احنا ندخل الى مراحل التطرف, وربما ساهم في السرعة الشديدة للقضاء على حكم الاخوان. انك انت عندك يعني ملاذات دينية اخرى مؤسسية وذات بصمة كبيرة في التاريخ المصري وفي الثقافة المصرية. هل جوه المؤسسة الدينية في مصر محمد عبده كما يوجد يعني أطراف أخرى نقيض لمحمد عبده, فليكن رشيد رضا مثلا, يعني في, لكن ده جزء من الحوار الثقافي العام. يعني من الممكن أنه يبقى عندك ناس, عايز أقول مثلا اللي بيسموهم إيفانجيليكالز في أمريكا اللي هم مؤيدي ترامب, دول جماعة بالغ التطرف في تفسير الديانة المسيحية. منهم بنس اللي هو نائب الرئيس. فأنت يوجد حتى النهاردة في الهند اللي هي العلمانية بتاعتها قوية جدا, ورغم هذه العلمانية القوية عندنا القانون الجديد الخاص بالمهاجرين اللي بيمنع المسلمين والبلد هتتحرق. يعني الحجم التظاهر اللي موجود في الهند النهاردة والخطيب والصدام بالغ المودي هندوسي. عنده نوع من تقدر تقول هنا ان هو ثائر على العلمانية الهندية, لانه بشايف ان الهوية الهندية جاية من الهندوسية, وان الهندوسية بقى تقرر تتسامح مع مين ومش مع مين, وبالنسبة لهم انه الاسلام مشكلة كبيرة.